المحترمة وإنجازه. وأشكر السادة الأساتذة الباحثين الذين تفاعلوا مع فكرة المؤتمر. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. علينا دائما أن نشكر ونقدر من قدم لنا المساعدة. وتقدم إليكم بكل فخر وعرفان على ما قدمتموه من إنجازات كثيرة في مسيرة عملكم. طبعا النهارده احنا بنتكلم على قصة ستريت فايتر. يعني إيه ستريت فايتر؟ طبعا بالبلدي كده نقول ستريت فايتر هو قتال الشوارع. قتال الشوارع دي بتتكون من عدة رياضات، مش هيكون رياضة واحدة. طبعا في البداية بشكر الأول رئيس الاتحاد الدولي دكتور حسن الطيبي، ورئيس الاتحاد الافريقي فاروق سفيان، مستر جراند مصر فاروق سفيان، وطبعا رئيس الاتحاد العربي اللي طبعا سجلنا عنده سيلف ديفنس الكابتن ربيع حمزه، رئيس الاتحاد العربي للجيكوندو، وطبعا ده ليه فضل معانا وعلى مصر في قصه الجيكوندو. وطبعا ان شاء الله مع الكابتن اشرف رئيس الاتحاد او الاكاديميه المصريه للجيكوندو للستريت فايتر هنبدا عمل قوي جدا في قصه قتال الشوارع. طبعا عمل تعريف بسيط خالص. طبعا احنا عندنا عده رياضات. ايه هي الستريت فايتر الاول؟ هي رياضه منذ المهد تتسع عالميا وتعتبر اسرع رياضه انتشارا هذه الايام. هي لا تخضع لقانون واحد ولكنها مفتوحه في القتال الفعلي في الشارع. لان قتال الشارع لا يلتزم بنظم وقوانين. فكل شيء متاح وهي تلعب بطريقه القتال الحر المفتوح. هي عباره عن اثنين قصاد بعض لاعبين، طبعا بينهم حكم بيدير المباراه. هي مزيج من كثير من فنون الدفاع عن النفس ومهارات مختلفه. تسمح باستخدام القوانين بالضربات المباشره والمسكات من وضع الوقوف والملاكمه والرد والمصارعه الحره، وطبعا الجيجيتسو والتثبيت على الارض. هنعتبر بكل قتال مختلط. دي الماتشات اللي هتتلعب فيها ستريت فايتر. في جزء تاني، جزء اللي هو الهجومي، في جزء تاني دفاعي. ايه الجزء الدفاعي؟ الدفاعي اللي هو السيلف ديفنس اللي هو هيكون في الشارع. طبعا في استخدام التنف، في استخدام الخناجر، في ازاي تدافع قدام خصم بسلاح وانت من غير سلاح. في شغل كتير جدا طبعا وبرامج كتير جدا. طيب هتكلم على بعض الرياضات. بعض الرياضات زي الواندد سور، او الناس بتقول الواندد شور، او في مصر بيقول الواند شور، كلهم مسميات واحده. طيب دي ازاي بدات في العالم وبدايتها في الصين؟ هي بدايتها طبعا في الصين، بدايه الواندد شور. طيب منذ اكثر من 290 عام اثناء حكم يانغ دينغ طبعا في الصين، مع حدث حريق في معبد شاولين. طيب الحريق ده من قبل الحكومه. طبعا ايه اللي حصل؟ كان في خمسه من القاده اللي هم اساسيه الاساليب في القتال، كل واحد طبعا بياخد اسلوب واحد. بداوا يهربوا من المعبد اللي هو معبد شاولن. طبعا الحكومه هناك بدات تعمل مشاكل وولعوا في المعبد. بداوا يهربوا لمعبد تاني اسمه القرب الابيض. في المعبد التاني كان في واحد اسمها نيك ماو. طبعا دي اول واحده اساست الواند شوت. طب ايه هو الواند شوت؟ هو الاسلوب اللي لعبه جوزيف في البدايه عشان يعمل منه حاجه اسمها جيكوند او قتال الشوارع. طبعا دي اللي احنا بنستخدمه في ستريت فايتر، جزء من ستريت فايتر. طيب الكلام ده كله وصل بعد اكثر من 100 عام الى واحد اسمه ايب مان. ايب مان ده اللي هو بدا طبعا في العصر الذهبي يوصل عنده الواند شوت لاقصى درجات القوه طبعا، وبدا يمرن عليه اثنين من تلاميذه، اقوى التلاميذ طبعا دوليا دلوقتي اللي هو بروسلي اللي هو النجم العالمي، ومستر يان كينج ده دكتور طبعا خد الاكاديميه بتاعت ايبمان وبدا يدرب فيها بعد وفاته، وبدا يشغل الاسلوب ونزل لمصر باول دوره اتعمل في مصر سنه 1985 بحضور جميع مدربين مصر اللي هم القاده دلوقتي، لو احنا ذكرنا من اسماء كبيره زي المستر الكابتن رشيد عبد الله لو استاذ التقليدي في مصر، وناس كتير جدا اساتذه اللي هم اساس في الواند شوت. فدي بدايه قصه الواند شوت. طيب هتكلم على الجزء الثاني.
تبدأ الصفحة. طبعا هتكلم على حتة الجود كارب. يعني ايه جود كارب؟ طبعا بتكلم عن رياضات مختلفة هتكون اساسها هي الستريت فايتر مش رياضة واحدة. يعني الستريت فايتر الوابن شور هي جود كارب هي عدة رياضات زي الكاراتيه كونغ فو ماي تاي جي جيتسو. فانا بكلمك على رياضة شاملة تشمل رياضات عديدة. طب ايه هي جود كارب؟ جود كارب هي طريقة القتال المعترضة طبعا اساسها بروسيا سنة 1967 ومبدا الشعار بتاعه هو لا طريقه هي الطريقه ولا حدود هي الحدود. فلسفه لا تحكم المقاتل باسلوب معين. لم يتقيد بروسلي في جيتكوندو بالقواعد والقوانين والنظر، بالعكس اراد التحرر من القيود والتعليم والجامع بين المقاتلين الذين فرقت بينهم الاساليب المختلفه. يعني جمع جميع المدارس، في مدارس غربيه ومدارس عنده طبعا في الصين زي الوانج شون، وده مجمع مع رياضات زي الماي تاي والجوجيتسو والكاراتيه والكونغ فو، بعدها ياخد اقوى الحركات فيها ويضمها للاسلوب اللي هو اسلوب الجوكر. دي كانت فلسفه بروسلي في القتال. طيب هتكلم على جزء او تجربه مثيره عملها دكتور في امريكا، دكتور اسمه بوريف. الدكتور ده عمل ايه؟ عايز يثبت لك قوة العقل الباطن. قوة العقل الباطن. قام الدكتور بتوظيف بعض المجرمين اللي هم محكومين عليهم بالإعدام في تجربة مثيرة. مقابل تعويضات مالية لأهلهم وأن يكتب أسمائهم في تاريخ البحث العلمي وبعض المغريات اللي مادية. مع تنسيق مع المحكمة القصرية العليا في أمريكا. اتفق مع المجرم أن يتم تصفيته ماشي بحجة دراسة التغيرات التي تحدث أثناء هذه الحالة، إن هو يعمل ويعمل عليه دراسة طبعا بوجود بعض العلماء المهتمين بالقصة دي. ده كله ليه؟ إثبات قوة العقل الباطن. بدأ يعمل إيه الدكتور ده؟ بدأ يجيب جردلين، جردل تحت على اليمين وجردل على الشمال، جردل في المية، حط هنا مية وهنا مية. وبدأ يوصل خراطيم بالقلب وبالشرايين اللي هو محكوم عليه بالإعدام ده. طبعا ده ما يعرفش، غمض عينه ربط عينيه وبدا يتظاهر ان هو بيقطع شرايين. يعني مسك حاجه كده كانه بيقطع شرايين، طبعا ما عادش ولا قطع شرايين ولا حاجه. هو بدا يتظاهر انه بيقطع شرايين ايه؟ المحكوم عليه بالاعدام. طبعا بعد عده دقائق وجد الشهود باصرار يعتري جسم المحكوم عليه بالاعدام. كشفوا عليه لقوه مات، خلاص مات. بسبب ايه؟ بسبب خياله المتقن. صوت وصوره. تخيل ان هو بينعدم. فده سبب في وفاته، مما يعني ان العقل يعطي اوامر لكل اعضاء الجسم بالتوقف عن العمل استجابه للخيال المتقن كما يستجيب للحقيقه تماما. يبقى نفهم من كده ان العقل الباطن هو ممكن يصدق الحقيقه والخيال. العقل الباطن له قوه رهيبه جدا. فانتبه لعقلك الذي سيستجيب للرسائل الدماغيه سواء الايجابيه او السلبيه التي تحدد نهج حياتك. طيب ايه هو العقل الواعي؟ العقل الواعي يعني هو ما يحدث الان، تركيزه محدود، يقوم ببرمجه العقل الباطن، منطقي ومحلل، ممكن ان يعطي اوامر ناجحه او غير ناجحه. هنتكلم على جزء في القتال، هنبدا نخش في موضوع القتال، حاجه اسمها سرعه البديهه، سرعه البديهه، هو العين والاذن تلعب في هذه الناحيه دور مهم جدا وتركز ذلك في عمل الجهازين العصبي والعضلي. من اهم عناصر اليقظه والانتباه الشديد والقدره على الادراك الجيد للحركات المفاجئه والغير متوقعه من الخصم. يتطلب ذلك شده تركيز العقل لمتابعه جميع تحركات الجسم واكتشاف نقط الضعف لسرعه تسديد الضربات ورد الفعل المناسب. طبعا دي بنسميها سرعه ايه؟ البديهه. التركيز ايه هو؟ ايه معنى التركيز؟ هو ان تسيطر على عقلك في تفكيرك لكي يتحد العقل والجسد ويحسم الاندماج بين العقل والجسد اثناء القتال. تنقل الصوره العين، العين تنقل الصوره الخارجيه من الحركات الى العقل يقوم ببرمجتها واصدار اوامر للجسد للعمل ورد الفعل المناسب. يعني العين دي زي الكاميرا، تشوف الحركه تبدا تصورها تديها للعقل
بيحصل حاجه اسمها رساله دماغيه، تبدا تعمل رد فعل مناسب للحركه اللي ايه هتحصل. طيب نتكلم عن الخوف، ايه اللي بيحصل في الشارع في قصه الخوف؟ يعني عايز ابقى مقاتل وفايتر واعرف دراسه الخوف ايه اللي بيحصل. الخوف هو النفس تخاف على مسكنها اللي هو الجسد، تحاول حمايته من الاذى اللي هي المنازلات الحقيقيه، الاصابه ربما القتل، وهو حرمان النفس من الملذات طبعا الحياه. طبعا ده كله بيحصل، فعايزين نعرف ايه تاثير الخوف على الجهاز الدوري والتنفسي والهضمي والغدد. تزداد ضربات القلب وربما تضعف، انقباض في الاوعيه الدمويه، يحبس الدم عن الجلد، اضطراب في التنفس، يبذل الانسان جهد في الشهيق والزفير. ده كله بيحصل طبعا في ايه؟ قصه الخوف. طب ممكن تساقط البول اثناء شال عضله المثانه القابضه، ده طبعا ده كله تاثيره قصه الخوف. وده فيه هرمون بنسميه الادرينالين. الادرينالين ده بيضاعف من قوه الجسم، يجعل الشخص اقوى من طبيعته واسرع يفرز الغده فوق القلوية بنسميها القزمية، وهو سلاح ذو حدين. معنى إن الخوف ده بيوجد في الجسم ممكن أثناء القتال أو أثناء الخطر، فيشعر الإنسان بالخوف والارتباك والقلق وعدم التفكير والشوشرة على الأفكار والإحساس بارتخاء الأعصاب. بس لم تكون معتاد الشعور بالسريان في الدم، لو الهرمون ده أنت مش متعود عليه في التمرين.